أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أنا لا أستطيع الإنكار على البدع المنتشرة في بلدي، وذلك بسبب الجدال الذي يحدث عند الناس، فهم لا يفهمون مقاصد الشريعة ولا معنى الحجية ولا قيمة عندهم لوصف السنة الصحيحة، فهل أنا آثم في ترك الإنكار على البدع؟ إذا كان عندك علم ومعرفة وفقه في دين الله، فعليك أن تدرس العلم النافع للناس، تعلمهم العقيدة الصحيحة وتبين لهم العقائد الباطلة، وذلك من خلال الدروس، تقيم الدروس في المسجد، ولو لم يحضر عندك إلا القليل فإن الخير ينتشر ويمتد. وعليك بالمناصحة مع الدرس، عليك بالمناصحة بالتي هي أحسن، والبيان للناس، والصبر على ذلك والاستمرار، فإن الخير موجود، والناس لا يكونون كلهم لا يقبلون الخير، بل فيهم من يقبل الخير وفيهم من يهتدي بإذن الله، فلا تيأس من هدايتهم. نعم.